يقولون لي، أقصد كثير من الناس يقولون لي، ليش لما يسمعك واحد من الطلاب السعوديين تتكلم عن المسيح يصير مسيحي مثلك، أو يصير يبي يصير مسيحي مثلك؟ الجواب بكل بساطة، لأن اللي يتكلم ما هو أنا، اللي يتكلم هو روح الله اللي يسكن فيه. كلمة الرب تقول: وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. روميا 8:11.